أنا كابتن توني عثمان الحكم الدولي السابق، وبتكلم عن حياة كريمة. هي فعلا اسم جميل، حياة كريمة. ما مرت به المراكز الشباب من تطور في حياة كريمة تستحق الإشادة. رحت زرت قرى زي دنديل، رحت الحمام، رحت كوم أبو خلاد، صرف صحي، نت، مدارس، تخش المصلحة تطلع كل حاجاتك مقضية، حلم اتحقق فعلا. الرئيس قال كلمة، قال أغلى حاجة في الدنيا البني آدم، لقد كرمنا بني آدم. فنعمة التكريم من سعادة الرئيس في مشروع حياة كريمة اللي عمل حاجة جميلة وهدية لكل مصر، فاحنا بنشكره عليها، لأن المشروعات مشروعات رائعة عملت نقلة حضرية في كل كرة مصر. شكرا. عبد الله عبد العظيم، أمين مساعد حزب مستقبل، مدير عام بالجمارك بالمعاش. بالنسبة لحياة كريمة دي تكريم لبني الإنسان، والرئيس عمل نقلة حضارية بالنسبة للقرى. تبطين الترع في القرى دي فادت الفلاح في المية، والصرف الصحي وغاز طبيعي، وده إنجاز من الرئيس وبنشكر عليه. حسن انداوي، البريد المصري، بريد سويف. طبعا نشكر سيادة الرئيس على الانجازات اللي عملها والبنية التحتية اللي اتعملت في جمهورية مصر العربية، اللي الجميع اشاد بيها في جميع دول العالم، وخصوصا في الاعصار اللي حصل في ليبيا واللي حصل في الدول الباقية. كمان احنا نوجه الشكر ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان بقية القرى والمراكز تتم فيها، لان مشروع قومي، مشروع جميل جدا، وحقق نسبة كبيرة جدا في التطور وفي المعايش بالنسبة لجمهورية مصر العربية. أصبحت جمهورية مصر العربية اختلفت بنسبة 100% في العشر سنين اللي فاتت دولة، بأمانة حاجة محترمة تليق بمصر وشعب مصر. وشكرا للقيادات الموجودة. بسم الله الرحمن الرحيم، معك رجب حافظ، مركز ناصر، محافظة بني سويف، صاحب شركة مقاولات رجب حافظ. اول ما نزلت حياة كريمة، اول مقاول جري على مستوى المحافظة جري قال انا لازم اروح حياة كريمة علشان بشجع رئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا بنرشحه لفترة ثالثة ورابعة، واخد بال سيادتك، ليه؟ عمل كيان للعالم العربي كله، عمل حاجه ما حدش عملها في التاريخ، في التاريخ ما حدش عملها. هتقول لي بقى الرئيس قبله ولا بعده؟ الراجل ده احنا نشيله فوق دماغنا، نشوفه قد دماغنا من فوق. عمل كل المشاريع، عملها، ما خلاش حاجه ما عملهاش، ما سابش حاجه في الدنيا كلها ما عملهاش. فده نشكره على اللي هو بيعمله، ونقف جنبيه الليل قبل النهار باكبر اكتر. انا عامل 17 مشروع حياه كريم، اكبر مشروع انا عامل مشاريع حياه كريمه 17 مشروع من حبي في الرئيس. ليه؟ هو مشروع حلو بيخدم الراجل الغلبان في قريته، راجل فقير في ما بيراكش عشان يوفر له مواصلات ويوفر له نقله، بيخدمه في بيت، يعتبر بيقضي مصلحته في البيت في مكانه. ده فكر عالي. مين اللي عمل كده قبليه؟ ولا كنا بنشوف الحاجات دي كلها. اللي اتعمل ده كان الناس بتاخده في جيوبها، هو عمله من 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 من, من الهوا كده. من ايه؟ سليم، راجل نظيف، ايده نظيفه، ابيض. شكرا.